نظمت قيادة قوات حرس الحدود للمنطقة الخامسة استعراضا عسكريا في أحد معسكراتها الرئيسية في النجف لإظهار جاهزيتها لحماية الحدود العراقية في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من العراق. قيادتنا مستعدة استعداد تام وكامل لاستلام الملف الأمني الخاص بالحدود، مسيطرين سيطرة كاملة على حدودنا الدولية مع دول الجوار وخاصة السعودية، وذلك بوجود الدوريات ووجود الكمائن ووجود القطاعات المنتشرة على طول الحدود، إضافة إلى البناء المستمر للمخافر الحدودية. الاستعراض شارك فيه 560 عنصرا من المتطوعين الجدد في شرطة حرس الحدود، ممن أنهوا دورة تدريبية مكثفة على العمليات القتالية في الصحراء ونصب الكمائن وتنظيم الدوريات قبل أن يتم الزج بهم في أفواج الحدود لتجديد دمائها بعناصر شابة. التدريب العسكري الأساس والتدريب على الأسلحة المستخدمة في قيادة قوات الحدود، وكذلك على أسلوب عمل الدوريات والكمائن ورفع اللياقة البدنية. قيادة المنطقة الخامسة لحرس الحدود التي تغطي محافظات النجف والسماوة والديوانية ضمن قاطع مسؤولياتها أكدت أنها تحكم السيطرة على الحدود الصحراوية مع دول الجوار وخاصة السعودية. مسؤولية قيادتنا حماية الحدود العراقية مع السعودية ضمن قاطع محافظتي النجف والسماوة ولمنع حالات التسلل والتهريب والمهربين وكذلك إدخال الإرهاب، وهناك تعاون بين قيادتنا والقيادات المجاورة لنا لعدم ترك ثغرة حدودية، وتم إلقاء القبض على كثير من المتسللين والمهربين وحالتهم للمحاكم. الخريجون الجدد أكدوا أنهم تعلموا جميع الفنون القتالية وأنهم جاهزون لأداء العمل الميداني في قواطع العمليات. تعلمنا من الدورة فائدة الفنون القتالية والانضباط وتعليم يعني الحياة القتالية خارج وحماية العراق إن شاء الله. استفاد يعني العمليات الأساسية وتدريب على السلاح، وما قصروا ضباطنا ضباط صف تدريبنا الكامل. وقد تضمن الاستعراض تمارين تعبوية استعراضية على القتال الأعزل والفنون القتالية المتنوعة، إضافة إلى ممارسة حية نفذها مغاوير الحدود لاقتحام أهداف محتملة في الصحراء. قوات الحدود أرادت أن تقول من خلال هذا الاستعراض أنها جاهزة لحماية الحدود العراقية بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. راجي نصير، الحرة، النجف الأشرف.